اهلا بيكم جميعا. عايزين ندفع قليل ونكسب كتير، صح؟ البيشنتس دي كلهم وان ايد ريسكي بيشنتس. خلينا نشوف الدنيا هنمشي ازاي. بيشنت يا ريت ما ندفعش غصب عنك هتدفع، معلش. 67 سنه وان ايد، عاملين له قبل كده بريفيوس تراب، واللي جالنا بعد كده بكاتراكت، وكانت البيكتشر بالشكل ده. وان ايد كان كرونيك انجل كلوجر جلوكوما، عملت له كاتراكت سيرجري اند بريشر واز انكنترولد. And I put him a glaucoma drainage device, Ahmed valve. زي ما احنا شايفين ال valve is implanted above the iris. ما فيش حاجة فيها مشكلة. الدنيا ماشية كويس جدا. وآخر العملية removal of the viscoelastic. تاني يوم ال patient pressure 55 وعنده blood clot including the pupil. والدنيا صعبة جدا عندنا. الفكرة إيه بقى؟ هل إحنا هنا pupillary block ولا إحنا هنا malignant glaucoma؟ عندنا shallowing of the anterior chamber, generalized shallowing of the anterior chamber. بس ما ننساش ان البيشنت ده كان عنده ايه؟ كان عنده بيتنت ايريدوكوما، وبالتالي مش قادر اقول ان عنده بيبيلاري بلوك بالبلاك كلوت، لان عنده بيتنت ايريدوكوما. فقلت غالبا البيشنت ده جاله مالجنت بوست اوبريتيف، فوجود الكلوت ما خدتنيش لان حته ثانيه عنده انذار. طب هنعمل ايه؟ احنا كنا الساعه بالظبط 11 مساء، ما عندناش امكانيات او وان ايد بيشنت. ففكرت طب ايه الحاجات اللي محتاجينها؟ كان في امكانيه نعرف بالترا ساوند ان ذا فاندس از نورمال، انما ما عنديش يو بي ام، مش قادر اعمل حاجه اكتر من كده، وما فيش امكانيه. احنا في منتصف الليل والبريشر زي ما انتم شايفين 55. فقلت طب اوكي، خلينا نحط الدايجنوسيس ان هو فعلا مالجننت جلوكوما، ونستفيد من البي اي الموجود ان احنا نوصل للايه، للبوستير كابسول والزونيولز والانتيرو هايلويد، نوصل في البوينت دي. وعملت له فعلا على الساعه 12 مساء كده ياج هايلودوتومي بوستير كابسولوتومي. تاني يوم بصوا البيكتشر بقت عامله ازاي، حاجه رائعه. بدات البلاد كروت ريزولف، بدا الانتيو تشامبر تو ريفورم جرادوالي كده، على يوم او اتنين بقت الدنيا افضل كتير جدا. بعد ما الدنيا هديت والبريشر بقى كنترول، مش شايف التيوب، مش شايف التيوب اللي كانت موجوده هنا. فقلت نعمل ايه؟ طب الخطوه اللي بعدها تعالوا نعمل حاجه، ان احنا نعمل له انذر ليزر سيشن، ونفتح الايريس اللي فوق الايه التيوب، ونفتح الممبرين اللي قافل البيوبل. وكانت البيكتشر بالنسبه لنا عامله كده. يبقى خلال تو ليزر سيشن، شوفوا بعد سنه البريشر بتاع بيوتي في الكنترول، البيشنت بيدخل ياخدني بالحضن بعد الفترات الطويله دي من النيسيو وان اي بيشنت. وبالتالي مجرد ياج قدرنا نوصل لنتائج هايله جدا من حاجه كان موقف ات لوكس لايك تيربلي باد سيتويشن في منتصف الليل في وان اي بيشنت. فتعلمت ان احنا ممكن يعني نعمل حاجات بسيطه ونكسب كتير قوي. البيشنت ده بيشنت تاني كان حاطط برضه فالف، وهيز وان اي بيشنت، كلهم وان اي بيشنت، بريشر بتاعه كان 20 على كل تريتمنت خلاص. وانا شايف التيوب في وضع، هل هي اوكلودد بالايريس؟ انا بصراحه شاكك لان الريليشن ما هياش بيرفكت قوي. طب اوكي تعالوا نوسع، بصوا الايريس قريب من الايه؟ من التيوب، وبالتالي البريشر بتاعه 20 وان اي بيشنت كل تريتمنت سيلاميكس وان اي زي ما قلت لكم. طب اوكي عملت يو بي ام مش كونكلوسيف، ولا الاو سي تي برضه موريه كده، ما هو ده ممكن سكشن وبقيه الايريس مقفول. طب اوكي قلت هنعمله كاتراك سيرجري اند وي ويل شورتن ذا تيوب اند تراي تو فلاش. يعني انا بص هنا بعمل زي دخلت جوه التيوب، قلت ايل كات ذيس تيوب ريليتيفلي شورت، لان هي كانت ان تاتش مع اللينز والايريس. طلعت السيجمنت دي برضو ذات ويل بروتكت ذا كورنيا، وبعد كده بدات اي فلاش جوه التيوب بسلاين، بحيث لو كان الايريس قافلها لفتره تبدا تو ديستند كبسول اللي حوالين البليت اللي على السيرفيس اوف دي اي. وبعد ما خلصت القصه دي اي ونت تو ميك شور اي ام ريبيتدلي انجكتنج انسايد ذا تيوب. طبعا حطيت ترامسينولون، بصوا البارتكلز ماشيه ناحيه التيوب ازاي. فقلت الله يبقى ده اي ريجين ذا فانكشن اوف ذيس تيوب، وبالتالي اي ام اكسبكتنج ا بيتر انترا اوكلا بريشر كنترول. وبوست اوبريتيف فعلا البريشر بتاعه واز بيوتيفلي لو ان ذا بوست اوبريتيف بيريود. فقلت اي ريجين ذا فانكشن اوف ذا تيوب، مش ان انا بقى حطيت فالف جديد ولا شلت الفالف، لا اي ميد يوز اوف ذا فالف ذاتس اوريدي اكزيستنج، وبالتالي انا دفعت قليل وكسبت ايه؟ وكسبت كتير خلاص. بيشنت اخير بقى وان اي بيشنت، دكتور جال برضه في منتصف الليالي ان ريزولفد اتاك اوف انجل كلوجر جلوكوما، بريشر عالي جدا، هنعمل له ايه؟ دايود، مش عارفين نتصرف بعد فتره طويله دايود. بعد ما عملت له سيشن اوف دايود، بصوا كانت الدنيا كلير، اقدر بعد كده ادخله نكست ويك اعمل له فيكو وانا مبسوط. فتعلمت ان الدايود في الان ريزولفد اتاك هينقذنا. واحد بقى له اتاك اسبوعين والكورنيا باد، دايود ليزر اتليست 180 هتلاقوا الدنيا كويسه قوي، وبالتالي وي باي ليس اند وي جيت ايه حاجه زي كده. Good day, like Asquez. I'm
to get through. Right away by Canales. Pinballs to Rooney. Rooney sees Roel. Oh! More. ممكن نعيد الجون تاني. Thank you very much. ممكن نعيد الجون يا جماعه ده اهم حاجه. Delic Asquez. Bush trying to get through. Right away by Canales. Pinballs to Rooney. Rooney sees Roel. شكرا جزيلا لحضرتك. Thank you, Dr. Ahmed, for the excellent presentation.